السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساء الصحة ومساء الجمال على أحلى مشاهدين لبرنامج ملعب المظاليم. أينما تواجدتم معكم برنامج ملعب المظاليم، معنا كل القضايا الشائكة للقسم الثاني والثالث والقسم الرابع. بس قبل ما أبدأ حلقة النهاردة بقول لزميلي الأستاذ محمد عبد النبي مقدم برنامج ملعب المظاليم، حمد لله على السلامة يا كابتن محمد النهاردة. شكرا لك كابتن طارق، وشكرا للسادة المشاهدين والمتابعين لملعب المظاليم. أنا بتقدم بخالص الشكر لأسرة برنامج ملعب المظاليم من خلال المراسلين والمعلقين والمصورين وكل العاملين بأسرة ملعب المظاليم على سؤالهم علي في الفترة الماضية. الحمد لله كبوة، ويعني الحمد لله تماثلت بالشفاء، وبشكر كل اللي سأل علي عبر البرقة أو عبر المراسلة أو عبر الزيارة، ولكم مني خالص الشكر والتقدير. وإن شاء الله النهاردة معاكم في حلقة جديدة من ملعب المظاليم. أعزائي المشاهدين، في بداية كل حلقة من برنامج ملعب المظاليم معانا أخبار ملعب المظاليم، معانا أخبار حصرية لبرنامج ملعب المظاليم. أول خبر أستاذ محمد معانا إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات، وحسن مصطفى المدرب 8 مباريات. بالفعل يا كابتن طارق، قرر الاتحاد المصري لجنة الانضباط قرر إيقاف الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 6 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة سموحة وأسوان. كما قررت اللجنة أيضا لجنة الانضباط إيقاف حسن مصطفى مدرب فريق سموحة 8 مباريات وتغريمه أيضا 50,000 جنيه لما بادر منه في حق مصطفى أمين المشرف العام على فريق الكرة بأسوان خلال مباراة سموحة وأسوان الماضية. رضا عبد العال المدير الفني لنادي بلدية المحلة يفشل في إنقاذ نادي البلدية ويهاجم لجنة الحكام وحكام المباراة. بالفعل يا كابتن طارق، رغم أن الكابتن رضا عبد العال هو لاعب نادي الأهلي ونادي الزمالك والمدير الفني الحالي لبلدية المحلة، لا يترك مناسبة إلا ويتحدث فيها عن عبقريته في التدريب. يعني الكابتن رضا عبد العال يعني في الاستديو التحليلي تلاقيه هو يعني تحس إن هو عبقري في التدريب، ولكن هذه المرة بعد توليه المسؤولية في بلدية المحلة بيخسر بالأمس من فريق غزل المحلة 2-1، إلا إنه سقط يعني بالأمس وهاجم حكم المباراة الكابتن محمود عاشور بشدة مما اضطر إلى طرده خارج الملعب. وكان رضا عبد العال قد تولى التدريب لأكثر من نادي، منهم بهتيم ونيل سوهاج ودمنهور وبن عبيد والزرقة ونبروه وطنطا وجمهورية شبين، ولكنه لم يقدم أي نجاحات تذكر مع أي فريق منهم. بيلا النادي الحديث والصعود للدور الممتاز به على يد المدير الفني الكوف الكابتن عبد اللطيف الدوماني ينسحب من امام الحمام، وبعد بدايه المباراه كابتن محمد لعب ب7 لاعبين وانسحب من المباراه. بالفعل يا كابتن طارق، فريق بيلا بعد صعوده الموسم الماضي على يد الكابتن المتميز المدير الفني الكابتن عبد اللطيف الدوماني بالامس، وبعد يعني مشاحنات على مدار الايام الماضيه، شفنا ان الفريق لاعبي الفريق الاول توجهوا الى الاتحاد المصري لكره القدم لعمل شكاوي ضد نادي بيلا نظرا لعدم حصولهم على المستحقات الماليه، وبالفعل كده تقدموا لانهاء التعاقد مع نادي بيلا، مما اضطر الى مجلس اداره نادي بيلا بقياده الكابتن جمال الصرفي الى نزول او ذهاب الى ملعب المباراه في الحمام ب7 لاعبين فقط من الناشئين 2001. ويا كابتن طارق، 7 لاعبين ليه؟ ما قلناش 11 لاعب او ما قلناش 5 لاعبين ليه؟ دولت اللعيبه الناشئين اللي تم ابرام العقود معهم، ولائحه يعني القسم الثاني لا يجوز للعب باي مباراه سواء كان ناشئ او تبع الفريق الاول، لازم يكون النادي عامل ليه عقد احتراف. عقد احتراف ده موثق في الاتحاد المصري لكره القدم. بالفعل ذهب 7 لاعبين الى ارض الملعب، وبعد 5 دقائق تداعى احد اللاعبين انه مصاب، مما اضطر حكم المباراه كابتن احمد صالح
لإنهاء المباراة لعدم التكافؤ. يعني مش معقول فرقة هتلعب بست لاعبين مقابل 11 لاعب، وأنهى المباراة معلنا فوز فريق الحمام بهدفين مقابل لا شيء نظير انسحاب فريق بيلة من أمام فريق الحمام. بتلك النتيجة يرتفع فريق رصيد الحمام إلى 11 نقطة، ويتجمد رصيد بيلة عند 4 نقاط فقط في المركز الأخير. آخر خبر معنا أعزائي المشاهدين من أخبار ملعب المظاليم، الكابتن الدوماني يعتذر عن الاستمرار مع فريق نبرو، ولكن بعدها ب 24 ساعة تم التعاقد معه في فريق الزرقاء كابتن محمد، وللخروج بفريق الزرقاء من الأزمة اللي موجود فيها للهبوط للقسم الثالث. عنوان هذه الفقرة كابتن طارق أنا بقول الدوماني ينتحر، أو يعني ينتحر في الزرقاء. ليه ينتحر في الزرقاء؟ بعد ما تقدم باستقالته من تدريب نادي نبرو ب 24 ساعة، بصراحة جاله عدة عروض لأندية كتيرة، منها يعني على سبيل الحصر جاله الزرقاء، وجاله أندية في القسم الثاني والقسم الثالث، أندية كتير جدا، لكن هو يعني قال أترك نفسي بعض الوقت. لكن بضغوط من النائب سمير موسى رئيس نادي الزرقاء، بعد يعني تقديمه للاستقالة زي ما حضرتك ذكرت من فريق نبرو اللي هو بنافس على الصعود مع فريق شربين وفريق بن عبيد على قمة المجموعة التاسعة من دور القسم الثالث، تعاقد نادي الزرقاء مع الكابتن عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا للزرقاء خلفا للكابتن عطية صابر الذي تقدم باستقالته عبر الخسارة من الترسانة 1-0 على أرضه. وهذا والدوماني تقدم زي ما ذكرنا باستقالته من نبرو منذ أيام، وهذا وقد ساهم الدوماني، يعني معروف عبد اللطيف الدوماني تخصص صعود في الموسم الماضي، يعني صعد مع فريق بيلة للقسم الثاني، الموسم قبل الماضي كان مع فريق دمياط صعد بيه للقسم الثاني، وصعد ايضا مع سمنود، وصعد مع بن عبيد، وصعد مع غزل المحله وايام ما كان بتلعب في الممتاز بيه الى الدوري الممتاز، وكان هو ماسك مدير الكوره. يذكر ان فريق الزرقاء يا كابتن طارق لعب 8 مباريات لم يفز في مباراه واحده، وتعادل مباراتين، وخسر 6 مباريات. بس عندك الترسانه اول مباراه يفوز على الزرقاء فيها. بالفعل، بس لكن يعني شوف موقف، انا بقول لحضرتك بوضح لك موقف الدوماني بينتحر ازاي في الزرقاء. يعني نادي الزرقاء لعب 8 مباريات يا كابتن طارق، ما فش ولا في مباراه، تعادل مباراتين عنده نقطتين، وخسر 6 مباريات بعد 8 مباريات. الدوري لسه موجود؟ لا، ده الدوري. لطيف الدوماني قادر على انه يتحمل المسؤوليه، وفريق الزرقاء ان شاء الله يبقى في الممتاز به ان شاء الله. اخر اخبار ملعب المظاليم معانا الاستاذ محمد، خبر الدوماني مدير فني للزرقاء. اعزائي المشاهدين نطلع لفصل سريع ونرجع لكم تاني. ثلاث نقاط غالية حصل عليها نادي الصيد الرياضي المحلة بالمحلة الكبرى بعد فوزه على مركز شباب الحنفي ب5 أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويتقدم نحو قمة المجموعة، بينما يتجمد رصيد مركز شباب الحنفي في المركز الأخير عند 4 نقاط. كان معكم من داخل ملعب غزل المحلة الفرعي الأستاذ محمد طاهر الريش عضو مجلس إدارة نادي الصيد الرياضي بالمحلة الكبرى. يمكن الأستاذ محمد الصيد المحلي هدف الصعود على الممتاز به، مبروك 5-1 على مركز شباب الحنفي. انت شايف هذه المباراه ازاي؟ وشايف صيد المحله القادم ازاي في المباراه القادمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكرك وبتمنى ان المحله كلها تساند الصيد بالصعود ان شاء الله. ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعبين، ببارك لمجلس الاداره، لجماهير الوفيه بتاعت نادي الصيد، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالصعود طول ما في مخلصين من مجلس الاداره ومن الجمعيه العموميه ومن جماهير المحله واقفه في ظهر النادي. شكرا يا استاذ محمد ومبروك المكسب. شكرا. النهارده ماتش مش صعب، ماتش سهل، واحنا قدرنا نسيطر على الماتش من اول خالص، من اول 10 دقائق كسبان 1-2، طبعا ادي الدفعه كويسه.
بعد ماتش كابتن شيك المشكله اللي هي الحظ والتوفيق طبعا اتجاز الماتش ده احنا واخدين عليه وتجاز الماتش ده احنا واخدين كابتن سيد المحله كابتن معلم عايز المكسب انا في ثلاث مباريات ثلاث مباريات رفع كرسيك 21 نقطه حطوكم على المنافسه بينكم وبين كفر الشيخ انت شايف الفتره القادمه ومباراه اسوان القادمه وهنكمل باذن الله الماتش اللي جاي الماتش اللي جاي ما يقلش عن الماتش بتاعنا النهارده حاجه ان شاء الله نحاول معانا على قد ما نقدر برضه نكسب ونقرب كمان من فريق كفر الشيخ وباذن الله باذن الله باذن الله كلنا كده على 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 قلب وقدرنا ننفذ شغلنا ان احنا ايه بنلعب كاننا هندافع وما ندافعش والمرتده بنشتغل عليها وقدرنا نجيب جول وضيع على ثلاث جول يعني مؤكدين والحمد لله المباراه قدرنا فرطتنا شويه في الجدول لان انا زعلان على اللعيبه اللي عندنا لعيبه كويسه بيوصلوا للجول بسهوله جدا وفي نفس الوقت بنضيع جول سهله كانت ممكن الوقت تخلينا اول الدوري ولكن اقول لهم لسه بدري ان شاء الله واحنا وانا قلت لهم قبل كده ان احنا بنلعب على المنافسه واحنا نلعب على المنافسه ان شاء الله. شكرا. هنفضل بقى الحمد لله الحمد لله النهارده 3 بونت احنا كنا جايين عارفين ان فرقه بيراميدز فرقه كويسه عامله فرقه صعود السنه دي فعاملين حسابها من اول دقيقه يعني بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نخطف جون احنا عملنا زون ديفينس الشوط الثاني وقدرنا نخطف جون من المرتده قدرت ان احنا ناخد 3 بونت النهارده فالحمد لله ان شاء الله نجي احسن لنا ان شاء الله ونيجي من تحت كده بعيد عن المنافسه ان شاء الله نيجي من تحت وننافس ان شاء الله. مبروك يا كابتن. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد تقرير صيد المحلة وشباب الحنفي شكرا للزميل عبد النبي النادي وخالد حسان وتقرير بني عبيد ومياد قهلية شكرا جزيلا لأحمد الزكي ومحسن السيد كابتن محمد نعرض بقى القسم الثاني الممتاز به معنا المجموعة الأولى نتائجها طهطة 0-1 سوهاج البنك الأهلي يخسر على أرضه 2-0 من المنيا تليفونات بني سويف 0-0 مع بني سويف حبايب الفيوم 3-1 على بترول اسيوط ديروط 0-0 مع الاعلاميين اللي اتلعب منذ قليل واخيرا شبان انا يتعادل مع الالومنيوم 0-0 وكان في مشكله وان شاء الله معانا مداخله من الزميل الاعلامي طارق عاشور من سوهاج بعد قليل. انت حضرتك يا كابتن طارق قلت يعني تليفونات بني سويف وبني سويف 0-0 حبايب وما قلتش شبان انا والالومنيوم حبايب وديروت والاعلاميين حبايب. لا اصليات بلد واحده. بلد واحده. عامه كابتن طارق بصراحه يعني هذا الاسبوع مفاجاه زي ما حضرتك اشرت خساره البنك الاهلي اللي كان بيتربع على قمه المجموعه الاولى مجموعه الصعيد على ارضه من المنيا 0-2 ده يعني ترك الساحة أو ترك القمة لنادي بني سويف على قمة المجموعة برصيد 20 نقطة ثم البنك الأهلي 18 في المركز الثاني شباب قنا في المركز الثالث 17 نقطة الألمونيوم بقيادة الكابتن ياسر الكناني في المركز الرابع 16 نقطة تليفونات بني سويف 15 سوهاج في المركز السادس 11 المنيا بيصعد إلى المركز السابع ب 11 نقطة وبترول اسيوط في المركز الثامن 11 نقطة ثم بياتي الفيوم في المركز التاسع 10 نقاط. اعزائي المشاهدين الجدول موجود على الشاشة استاذ محمد اهوت عشان متابعينا يتابعونا برضك مع النتائج. الاعلاميين في المركز العاشر 8 نقاط ثم بياتي ديروت في المركز الحادي 10 5 نقاط ثم بيتزيل المجموعة فريق طهطة اللي كان محقق يعني نتائج مبهرة الموسم الماضي في ذيل القائمة بأربع نقاط فقط. لو جينا نبص في هذه المجموعة يا كابتن طارق يعني في منافسة شرسة جدا بين خمس فرق. تمام. بني سويف
والبنك الاهلي وشباب قنا والالومنيوم وتليفونات بني سويف. يعني بين الخامس وبين الاول 5 نقاط. تمام، بس انت عندك يا كابتن محمد عندك الالومنيوم لعب دور ممتاز، تليفونات بني سويف لعب دور ممتاز، سوهاج بقى فين من الـ من الـ من الجدول ده يا كابتن محمد؟ في منتصف الجدول سوهاج. سوهاج في المركز 11 نقطه. اسيوط لعب دور ممتاز. لا، الملفت للنظر هذا الموسم يا كابتن طارق ان الانديه الصاعده من القسم الثالث زي تكرنس محققه مفاجاه في المجموعه الثالثه، وايضا البنك الاهلي صاعد من القسم الثالث العام الماضي بردك في المركز الثاني. يعني لو كان فاز المباراه اللي على ارضه دي كان بقى 21 بونت، كان على قمه المجموعه في مجموعه الصعيد. عندك انت الاعلاميين وعندك ديروت، هتزود لكل فرقه نقطه عشان يتعادلوا النهارده بقى 8 نقاط و5 نقاط لديروت. تمام تمام، يبقى كده يا كابتن طارق هذه المجموعه يعني مجموعه مشتعله جدا، مجموعه الصعيد. تمام. وفيها انديه يعني زي ما حضرتك اشرت ان لها باع كبير في كرة القدم، في عندنا سوهاج والمنيا الالومنيوم تليفونات بني سويف كانت بعبع أندية الدوري الممتاز، وايضا بترول اسيوط. عندك الاعلاميين يا استاذ محمد كان ماشي في بداية الموسم كويس قوي. بدا يتراجع في بداية المركز كام؟ المركز العاشر. في المركز العاشر 8 نقاط. 8 نقاط من 9 مباريات. من 9 مباريات. نروح بقى للمجموعه الثانيه. اتفضل. ولا عندك حاجه في المجموعه الاولى؟ لا، المجموعه الاولى ما شاء الله يعني المجموعه الثانيه مارينا عرضت معانا كده النتائج والترتيب المجموعه. تمام. الاولى هنشوف. تمام. مع بعض المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه نتائج وترتيب برضك. معانا المجموعه الثانيه اللي اخر ماتش اتلعب فيها منذ قليل برضك، سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويسري تعادلوا 0-0 يا كابتن محمد. حبايب برضك. حبايب النصر والقناه، فوز القناه 2-1 على النصر. الزرقاء 0-1 الترسانه، اول فوز ليها، وانت اشرت منذ قليل في اخبار ملعب المظاليم ان الزرقاء بيعاني من الهبوط. تمام، عنده نقطتين فقط من 9 مباريات. نقطتين فقط. نتمنى ان الزرقاء يواصل انتصاراته على يد المدير الفني الكفء الجديد الكابتن عبد اللطيف الدوماني. نتمنى ذلك. بتروجيت خسر على ارضه من كوكاكولا يا كابتن محمد ماشي بخطى ثابته، وبتروجيت يعني فرقه من العيار الثقيل من الهابط من الدوري الممتاز. لا، من العيار الثقيل يعني. راجل لعب دور ممتاز واول مره ينزل القسم الثاني، يتغلب على ارضه 1-0 من كوكاكولا. سيراميكا تعادل سلبيا مع منتخب السويس. الداخليه 0-0 مع النجوم. النجوم له باع طويل، اول مره يوصل في دوري الممتاز السنه اللي فاتت بقياده الاستاذ المحترم محمد الطويله رئيس مجلس اداره. جمهوريه شبين يتعادل 1-1 مع المريخ. يعني المجموعه الثانيه يا كابتن محمد ما فيش فيها جديد غير فوز القناه 2-1 وفوز الترسانه 1-0 وفوز كوكاكولا 1-0. نتائج يعني حتى الاهداف قليله في المجموعه دي. بالفعل يا كابتن طارق، يعني سيراميكا زي ما يعني بادئ من بدايه الموسم على قمه المجموعه برصيد 18 نقطه. الفرقه اللي عجباني قوي مستواها ثابت فرقه القناه. فرقه القناه محققه نجاحات طيبه جدا حتى الموسم الماضي وهذا الموسم. ليه؟ علشان هناك اداره يعني وبيختاروا جهاز فني على اعلى مستوى، وبيجوا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة. تمام. جمهورية شبين 13، كوكاكولا عندك سيراميكا كليوباترا 17 نقطة، حط نقطة بقى 18 نقطة. بعد تعادل النهاردة. تمام. القناة 15، جمهورية شبين 13، كوكاكولا 12. تمام. النجوم 11، منتخب السويس بيصعد للمركز الخامس بعد تعادله النهارده 12 نقطة. امام سيراميكا بقى 12 نقطة. تمام. الداخلية 10 نقاط، النصر 10 نقاط، بتروجيت 9 نقاط، والمريخ 6 نقاط، والترسانة 6 نقاط، ثم بيأتي يعني متزيل المجموعة الزرقاء زي ما حضرتك أشرنا في فقرة الأخبار نقطتين فقط من تعادلين و6 خسائر. نقف قدام الترسانة يا كابتن محمد شوية. اول فوز من 8 مباريات على الزرقاء. بالفعل يا كابتن طارق، فرقه الترسانه فوز وحيد و3 تعادلات. تمام. و4 خسائر. تمام. يعني هذه كابتن محمد صلاح اللي بيدرب الترسانه. كابتن محمد صلاح يعني حتى وصل للدور 16 في كاس مصر. يعني كابتن محمد صلاح لباع كبير في التدريب، يعني اسم كبير. وتخصص الصعود من دوري الممتاز ب لدوري الممتاز الف. تمام، بس هي الموضوع صعب جدا في الترسانه. تمام. يعني في سيراميكا 18 بونت
والترسانه 6 بونت يعني قلنا سيراميكا امكانيات زي تكرنس امكانيات تمام معايا يعني موارد ماليه همشي في الدوري ما فيش موارد هنهبط زي لا برضك تكرنس مش امكانيات هو المهندس الخضر ابراهيم هو اللي عامل يا كابتن طارق حاله صرف 5 مليون جنيه حاله عامل حاله في تكرنس تكرنس ما امكانيات موارد ماليه يعني بس الراجل ده بصراحه عامل حاله الموسم الماضي وهذا الموسم مع فريق ديكيرنس عاملين محققين نجاحات طيبه جدا في السنه العام الماضي كان في القسم الثالث وصعد بهم للممتاز به هذا الموسم كان يعني الاسبوع الاول والثاني والثالث كان على قمه المجموعه في مفاجاه ثم بعد كده دروب يعني خسارتين بعد كده بيرجع يفوز على ابو قير للاسمده في المباراة الماضية 2-1 معنا تقرير لها نزعه ان شاء الله ان شاء الله هنجي بقى للمجموعة الثالثة اللي هي مجموعة بحري المجموعة بقى ايه النار عندنا نتائج المجموعة الثالثة الاسبوع التاسع فرقه 3-0 على الرجاء ديكيرنس 2-1 على ابو قير للاسمده ابو قير للاسمده غالب غزل المحله غالب المنصوره كابتن محمد خليك معايا تمام غزل المحله يتفوق على بلديه المحله في ديربي قوي جدا وكان في مشاكل الحمد لله خرجت بسلام 2-1 على بلدية المحلة الحمام 2-0 على بيلا كانت ديت بانسحاب نادي بيلا من الملعب بمالية كفر الزيات 1-1 مع الأولمبي ده منهور يخسر على أرضه من المنصورة بقيادة الكابتن المدير الفني ياسر عبد الواحد 3-2 كابتن محمد ويرجع المنصورة في الصورة مرة تانية بصراحة يعني أنا يعني فعلا النتيجة الملفتة للنظر هذا الأسبوع فوز المنصورة على دمنهور في دمنهور 3-2 فعلا يعني بعد الناس ما قالت ان فريق المنصورة فريق هينهار وهينزل للقسم الثالث لكن الكابتن المخلص ابن المنصورة ياسر عبد الواحد ودي شيمة ابناء المنصورة انا دايما اقول يا كابتن محمد ان ابن النادي هو اللي هيشيل النادي بالفعل بالفعل زي ما شفنا قبل كده يعني حسن مجاهد رحمة الله عليه هو اللي صعد بالمنصوره للدوري الممتاز هو اللي وشفنا عمل تاريخ هو للسيد وشفنا قبل كده الدكتور احمد سند صعد بالمنصوره للممتاز وشفنا بعد كده ياسر الكناني محقق نجاحات طيبه هو وياسر تحسين شفنا الوقت حاليا ياسر عبد الواحد ابن من ابناء المنصوره ما بيحقق نجاحات يعني بيفوز على دمنهور في دمنهور ده نتيجه رجعت يعني فريق المنصوره لسابق عاده تاني وكل يعني المخلصين من نادي المنصورة احنا هنا من خلال برنامج ملعب المظاليم الناس البسطاء الناس المشجعين الناس قدام الرياضيين قدام الرياضيين واقفين وقفة رجالة فعلا في المنصورة انا عاوزك تذكر الدكتور معالي الوزير الدكتور ايمن مختار ان هو يبص على نادي المنصورة شوية بالفعل الدكتور احنا متعاهدين يعني في خير ان شاء الله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقالية الجديد ان يبص لنادي المنصورة النادي اللي كان بعبع الأندية النادي اللي وصل لنهائي كاس مصر ومثل إفريقيا في المحافل الرياضية يعني نادي المنصورة اسم زي ما حضرتك أشرت في الحلقة الماضية يا كابتن طارق ان كان في أكتر من 7-8 لاعيبة بيلعبوا في منتخب مصر تمام. من نادي المنصورة يعني أجيال وكل اللعيبة يعني أنا يكفي بس إن رئيس نادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب من المنصورة السنبلاوية ورئيس نادي الزمالك المرتضى من هنا بعد إذنك يا أستاذ محمد من هنا من ملعب المظاليم من خالص عزائنا للمستشار مرتضى منصور في وفاة شقيقته وبنقول له تعازينا لك ولأسرة الفقيدة والصبر والسلوان لهذه الأسرة وبالفعل زي ما حضرتك بنقول ان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور من ميت غمر ده قهليه ايضا يعني اكبر ناديين في مصر يعني هم اساسهم من الدقهليه تمام ناخد الترتيب بسرعه عشان الوقت ناخد الترتيب بقى بسرعه فاركو في المركز الاول برصيد 21 نقطه ودي يرجع للكلام اللي انت قلته يا كابتن طارق الامكانيات فرقه تمام. فاركو في شركه ادويه تمام. وفيها امكانيات وفيها يعني عود لاعبين بياخدوهم في وقتها والمرتبات والمكافئات بعد كده غزل المحله اللي انا هنا برفع له قبعه عوده من
وسط الجدول للمركز الوصيف. ما هو بقول لك هنا بقى حاجه طريفه جدا، ذبح خروف لفك النحس. ما احنا هنشوف الخروف بقى ان شاء الله معانا لقطه هذه الحلقه الأسبوع. هنشوفها ان شاء الله مع مارينا جمال رئيس التحرير البرنامج. لقطه ذبح الخروف لفك النحس في مباراه غزل المحله وبلديه المحله. بعد كده الرجاء المطروحي، يا ريت تعرضها لنا بسرعه يا مارينا. الرجاء المطروحي في المركز الثالث 15 نقطة، دمنهور 14 بعد الخسارة من المنصورة، ديكيرنس بيأتي في المركز الخامس ب 14 نقطة، أبو إير للأسمدة في المركز السادس 12 نقطة بعد الخسارة من ديكيرنس، بلدية المحلة في المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد الخساره من غزل المحله. اعزائي المشاهدين الفيديو هو كابتن الخروف قبل بدايه مباراه المحله بالفعل وفك النحس برضك يا كابتن طارق، يعني غزل المحله الخروف ده زميلنا عمرو فرغالي هتشوفه في الشاشه دلوقتي واخد الدم كده وبيحط في العارضه وحاجه منظر كده الفك، يعني اعتقاد كده ان ذبح حاجه وتوزيعها لله، يعني بيقف بجوار شايفين عمرو الفرغالي اهو، يعني من مصورين المتميزين جدا عمرو فرغالي، يعني في لقطة ظريفة وجميلة من خلال ملعب المظاليم رايح للعرضة وعلى طول بيحط عليها دم ايه تقريبا دي اللي العرضة او يعني الشبكة اللي جه فيها الجنين يا كابتن طارق. تمام تمام. معانا الأولمبيا كابتن محمد في المركز الثامن 11 نقطة، الحمام في المركز التاسع 11 نقطة، ثم المنصورة بعد فوزه على دمنهور 10 نقاط ومالية كفر الزيات 4 نقاط، وبيأتي في المركز الأخير فريق بيلا بـ4 نقاط. أعزائي المشاهدين بعد ما استعرضنا الثلاث مجاميع المجموعة الأولى والثانية والثالثة هنطلع لتقرير ونرجع لكم تاني تقرير مباراة غزل المحلة وبلدية المحلة الممتاز بها. ناحية تانية الملعب ده بقاله 15 سنة ما اندبحش فيه، احنا عاملين الحالة ديت محبين غزل المحلة، أستاذ عمرو فرغالي، فرج سالم، المستر محمد ياسر، عم هاني، الحاج رضا العزب، احنا محبين، اللي عاوز يعمل أكتر من كده يجيب عجل، يجيب اتنين، يجيب تلاتة، اتفضل، بس الناس مش عاجبها يقول لك أنتوا إيه اللي بتعملوه ده؟ يا عمو عزب هاتوا الكلمة بقى، خد نفسك بس الأول كده. محبين غزل المحلة هم اللي عاملين جايبين خروف وذابحينه. محبين غزل المحلة اللي جايبين خروف وذابحينه. عشان الملعب ده ما اندبحش فيه بقاله 15 سنة. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد تقرير غزل المحلة وبلدية المحلة، وبنعتذر لمشاهدينا على العطل الفني في هذا التقرير، وشكرا لزميل عبد النبي النادي وخالد حسان. كابتن محمد معانا مكالمة لنا، معانا أعزائي المشاهدين الكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني الجديد لنادي الزرقاء الممتاز به. أهلا بك يا كابتن. أهلا بك كابتن طارق، وتحياتي لحضرتك وللكابتن محمد عبد النبي. بنتمنى لك التوفيق يا كابتن في المرحلة الجديدة لك بنادي الزرقاء والوصول إن شاء الله بنادي الزرقاء في منطقة الأمان في الممتاز به. كابتن دوماني مساء الخير يا كابتن دوماني. مساء الخير يا كابتن محمد، إزي حضرتك؟ يعني أنت في مهمة انتحارية في الزرقاء ولا إيه؟ يعني موقف صعب لكن ما أنا لسه عارض دلوقتي للسادة المشاهدين موقف فريق الزرقاء، يعني لعب 8 مباريات لم يفز في مباراة، تعادل مباراتين وخسر 6 مباريات، عنده نقطتين، بيتزايل مجموعة القاهرة والقناة،
يعني اسم الكابتن عبد اللطيف الدوماني، الاسم الكبير اللي هو متخصص في صعود الانديه، يعني ازاي انت فكرت في قبول هذه المهمه في نادي الزرق؟ بدأت انا كابتن يعني طول ما يعني الدنيا علمتني. هات لي المداخلات على دول كلها يا كابتن. اتفضل اتفضل. يعني الحقيقه علمتنا ان طول ما في امل يبقى لازم نكافح ولازم نجتهد لغايه نوصل للهدف اللي احنا طبعا بنسعى له. تمام. انا معاك ان الفرصه يعني الفرصه البقاء صعبه لكن مش مستحيله. انا دايما بيبقى عندي امل ومتفائل دايما وعندي ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسي ان انا اقدر انجح في اي مكان بروحه. هلعب على الامل ده وهلعب على الثقه اللي ربنا الحمد لله زرعها في الواحد وكده. وما فيش يأس وما فيش مستحيل في الكوره. في امثله كثيره جدا جدا جدا. على سبيل المثال بلديه المحله كان عنده 2 بونت من بدايه الدوري، بعد كده كسب 3 مباريات اصبح بينافس. مع الفرق طبعا في امكانيات البلديه والزرقاء. انا هنجتهد، واهم شيء ثقه الاداره في الجهاز الفني وفي اللعيبه، وده شيء مهم جدا جدا الثقه دي تكون موجوده. بنلعب على حته المعنويات النفسيات الروح المعنويه، لو في مشاكل نحاول نقدر نتلاشاها الفتره الجايه. صدقني انا معاك الموقف صعب، ولكن دول لعيبه والفروق بين لعيبه مصر قليله جدا جدا. يعني لعيب عنده روح وعزيمه واصرار اعتقد ده هيحدث الفارق يعني، وده اللي هنلعب عليه الفتره الجايه. ولازم نوصلهم ان النادي الزرقاء اسم كبير واسم محترم، ولسه 14 مباراه يعني كتير جدا جدا في عالم الكوره بنقط كتيره جدا جدا. وطول ما في امل لازم هنقاتل لاخر لحظه ان شاء الله. شكرا شكرا. احنا كنا بنطمن جماهير الزرقاء من الكابتن عبد اللطيف الدوماني على فريق الزرقاء في الفتره القادمه. معانا اعزائي المشاهدين الاستاذ جمال الصرفي رئيس نادي بيلا. اهلا بك يا استاذ جمال. اهلا بيك كابتن طارق، اهلا بيك كابتن محمد، اهلا بكل ضيوفك الكرام. بالامس استاذ محمد، بالامس استاذ جمال مباراه بيلا مع الحمام وتم انسحاب والغاء المباراه من حكم اللقاء بعد 5 دقائق من المباراه، نتيجه ان في 7 لاعيبه وفي لاعب عمل ان هو مصاب في الملعب، فكده نهايه المباراه 2-0 لنادي الحمام. ايه راي حضرتك؟ لا لا انا هصحح لحضرتك المعلومه يعني. اتفضل. هو ما فيش لعيب عمل انه مصاب ولا الكلام ده، ولكن احنا فوجئنا يوم مباراه الحمام بعد حجز فندق 2021 كل القوات المسلحه. تمام. وحضور الاتوبيس الساعه 2 او 3 بعد ما اللعيبه تناولوا وجبه الغداء في النادي. تمام. ان اللعيبه قالت لا مش هنركب لنا مستحقات، قلت لهم حاضر، انتوا واخدين جزء من شهر 10، جزء شهر 10 بقيت عوض. تمام. ومقدم من 11. قالوا ما فيش مشكله، اتفضلوا امضوا على الاتصالات، المسؤول المالي عندي او المحاسب. قالوا لا مش هنمضي على الاتصالات. تمام. قال لهم ازاي طالما بتاخد اي حاجه يبقى في مستند مالي ان انت لازم مستند عشان تسوي بيه في النادي. عشان طبعا عشان يتم التسويه. تمام اتفضل. قالوا لا احنا ممكن نمضي بعد ما نيجي من الماتش يا كابتن محمد. اتفضل. فقلت لهم مش هينفع، كنت انا وصلت النادي قلت لهم مش هينفع يا جماعه، كنت جبت فلوس وجيت يعني. فقالوا لا مش هنعرف نمضي، ده احنا هنمشي او كده. تمام. الاتوبيس طبعا رجع، الحجز طبعا يعتبر اتاجل او الغيناه بمعنى اصح. بسرعه جبت 2000 واحد. دورت على عقود، بس هذه المعلومه يا كابتن محمد ان انا عايزك تصححها لكل الميديا ان شاء الله. لا انا حضرتك لسه اشرت لها في فقره الاخبار يا كابتن جمال، ان لازم لاعب في الممتاز بيه لازم يبقى له عقد عشان يلعب، فدولت لعيبه ناشئين دولت اللي متسجل لهم عقود. تمام. المفاجاه اللي هقولها لحضرتك ان لقيت انديه كفر، يعني انا واحد نادي زي ده ما لقيتش عندي الا عقد واحد. تمام. كفر الشيخ لقيت هناك 3 عقود. تمام. في نادي الزعفران عقد، لقيت نادي بلطيم عقد. تمام. فلقيت حوالي عن 7 عقود. طبعا كل الانديه بشكرها طبعا، وبشكر اللعيبه الرجال اللي راحت طبعا، وبعتذر لهم وبعتذر لاهالي بيرا وجمهور بيرا كله عن اللي حصل. تمام. ولكن ما كانش في اكثر من 7 عقود مليتهم، ولكن ثاني يوم رحت سجلتهم في الاتحاد، سجلتهم في المنطقه الساعه 12 بالليل. تمام. بعت مدير النادي الساعه 5 الصبح، وصل القاهره الساعه 9، جاب لنا عقود وسجل اللعيبه ديت. والنهارده الحمد لله كملت النهارده فريق اول 2000 واحد الحمد لله، كل اللعيبه مضطوا عندي فريق قوام دلوقتي 2000 واحد. بس انت حضرتك يا كابتن جمال فكرت صح، لان فكرت صح، لكن انت لو انسحبت كنت هتنزل درجه رابعه، لكن عشان تبعت مجموعه من اللعيبه تحضر المباراه، هي مباراه وعدت وهتبقى 2-0 وخلاص. انا بحافظ على فريق بيلا واسم بيلا، ما ينفعش النادي بيلا ينزل الدرجه الرابعه، وما ينفعش يبقى مهانه انه ينسحب من المباراه عشان اللعيبه ما حضرتش او ما جاتش. لعيبه طبعا بعتنا لها جوابات قلنا لهم تيجوا تستحقوا ان شاء الله يوم الجمعه. هم طبعا في بعض اللعيبه كتبت شكاوي في نادي بيلا. تمام. وطالما اللعيب وصل الشكوى للاتحاد مفيش اي مشكله، النادي طبعا بيحاول يحافظ حقوقه في الاتحاد.
هم بعتوا واحنا بعتنا اوراق اللي عندنا والاتحاد اللي هيفصل بينا. كل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق لنادي بيلا في الفتره القادمه ان شاء الله يا استاذ جمال. اعزائي المشاهدين معانا الزميل ياسر عبد الواحد من المنصوره واخر اخبار المنصوره. كابتن ياسر تحياتي لحضرتك الاعلامي المتالق طارق غالب والاعلامي المحترم محمد عبد النبي من هنا من نادي المنصوره الرياضي الذي شهد حدثين هامين هذا الاسبوع. الحدث الاول الجمعيه العموميه العاديه للنادي والتي بدأ التسجيل فيها من التاسعة صباح الجمعة وحتى السابعة مساء ولم تشهد إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية. وقد صرح المستشار هاني العشري رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية في تصريحات حصرية لملعب المظالم أن عدد الحضور بلغ 706 من إجمالي 5340 عضو يحق لهم التصويت وهم المسددين للاشتراك. وطبقا لقانون الرياضة الجديد لم يكتمل النصاب القانوني حيث كان يلزم حضور 1000 عضو وبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه. ولم تنجح دعاوى البعض بالحضور المكثف ليكتمل النصاب فيتم المطالبه بصحب الثقه من المجلس بعد النتائج الهزيله لفريق الكره في النادي. الحدث الثاني الهام هذا الاسبوع كان فوز فريق الكره على دمنهور في ملعب وسط جماهيره بثلاثه اهداف مقابل هدفين تحت قياده ياسر عبد الواحد الذي اسندت اليه المهمه بعد استقاله مصطفى عبده عقب الهزيمه من الاولمبي. قدم الفريق اداء رائعا وسيطر على احداث اللقاء ونجح هريسه وتوكل وسيمو في هز شباب دمنهور ثلاث مرات بينما سجل محسن وحيد هدف دمنهور من ضربه الجزاء. شكرا 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 للكابتن ياسر. بس لضيق الوقت يا كابتن ياسر معانا مداخله مارينا بسرعه. طيب نتكلم عن منتخب المجموعه الثامنه مع حضرتك. معاك معايا المجموعه التاسعه بسرعه بسرعه أفضل عشان على ما تجيب لي المداخله طارق عاشور بسرعه يا مارينا. افضل اللاعبين في المجموعه التاسعه اللي هي مجموعه الدقهليه علي الصياد مياه الدقهليه في حراس المرمى، ابراهيم الشبراوي السنبلاوين، محمد طه شربين، محمد شعبان الامير، عبد الحميد ميدو ميجا سبورت، السيد علي مياه الدقهليه، زياد عيسى منيه سمنود، اسامه سمسم كهرباء طلخه، عبد العزيز البوده شبان بدواي، حماده يحيى شربين، سيلا منيه سمنود، وافضل مدير فني الكابتن ايهاب نبيل مدير فني فريق مياه الدقهليه. كابتن محمد الاعلامي المتميز دائما الاستاذ طارق عاشور من سوهاج. اهلا بك يا استاذ طارق. اهلا وسهلا بك كابتن طارق وكابتن محمد عبد النبي اللي دايما بيتحفونا وبيدعونا بملعب المظاليم ملعب في كل الاثاره في كل المتعه والنديه موجوده في ملعبنا بيداوي ملعب المظاليم. كان في مشكله في مباراه الالومنيوم وشبان قنا استاذ طارق، ايه المشكله؟ هو المشكله الاعتراض كان على التحكيم المستمر، التحكيم كان في نوع من انواع طبعا هو كان حكم الساحه كابتن سيد شعبان من منطقه الدقهليه و كابتن احمد صلاح من منطقه القاهره مساعد اول والكابتن عبد الله محمود عبد العزيز من منطقه الوادي الجديد حكم مساعد ثاني وكابتن اسلام الحمدي من منطقه اسوان حكم رابع. بدايه بس احب انوه اني انا من محافظه قنا يعني قنا مش من سوهاج. اتفضل. ولكن نقول ان مباراه شبان قنا والالومنيوم شهدت الانتصار والنديه وشهدت مفاجآت بالجملة شهدت فيها الاعتراض المستمر والدائم على التحكيم من قبل الفريقين نقول تعادل فريق شبان قنا والألمنيوم في مباراة هامة للفريقين عصر الأحد هذا الأسبوع على ملعب الشبان. وطبعا دائما ما يعني يبدأنا دائما مباراه شبان والالومنيوم هي مباراه ديربي وهي الاقوى هذا الموسم على مستوى المجموعه التاسعه. شكرا شكرا للزميل طارق عاشور من قنا. معانا كابتن دقيقتين هنعرض صوره لشاب مصري طلع من مصر احترف بره في الدوري التركي وبيتهتف عليه دلوقتي الدوري الانجليزي. نعرض الصوره مارينا كده ونتكلم كلمتين من الاستاذ محمد. اللاعب يا كابتن محمد فعلا لاعب مصري على الهواء يا كابتن محمد لاعب مصري من ضمن امن هقول لحضرتك امن محمد عبد النبي خفاجه
صاحب 19 عام ابن محافظة الدقهلية ابن قرية بلجاي المحترف بنادي أمرانسوز التركي. آمن يعني هو مش ابني عامة يعني يا كابتن طارق، هو شرف لي اللي يكون ابني يعني آمن محمد عبد النبي. هذه الموهبة منها ملايين المواهب موجودة في مصر، يعني خد طريقه للاحتراف الخارجي، ودي حاجة إن شاء الله نشوفه بعد كده في منتخب مصر بيمثل مصر في جميع المحافل الرياضية، ودي زي ما حضرتك أشرت لملايين المواهب اللي بتنصب عليهم من سمسرة. تمام. يعني بيجي يقول له تعالى موديك النادي الفلاني ياخد منه 5000 10000، ودي دايما وهنعمل لها حلقات يا كابتن طارق. ده بعد رفع مستواه الموسم اللي فات بيتهتف عليه انديه الدوري الانجليزي. ان شاء الله نشوفه في ليفربول يعني مع كابتن محمد صلاح، وان شاء الله تكون اضافه قويه للدوري الانجليزي. لاعب امن محمد عبد النبي خفاجه مش عباس. ويعني بنتمنى ليه كل التوفيق. اللي عاوز اشير بسرعه يا كابتن طارق، السيد شعبان اللي كان حكم اللي اشار ليه للزميل طارق عاشور من الحكام المتميزين جدا من منطقه الدقهليه وبيحكم دوري ممتاز. الملفت للنظر برضك نادي طهطه بيعترض على التحكيم يا كابتن. الملفت للنظر يا كابتن طارق ان احمد جمال الغندور هو اللي كان بيدير مباراه ديكرنس وابوير الاسمده. تمام. نهايه حلقتنا الاستاذ وليد بصراحه يعني قال الحلقه انتهت، وبنشكر كل مشاهدينا اللي على الهوا، وبنشكر كل العاملين ببرنامج ملعب المظاليم في الاستديو من اول المخرج وليد عماره ومارينا جمال ومعد الحلقه الاستاذ ياسر عبد الرازق الاستاذ محمد، وشرف لنا بنشكر النهارده الزملاء اللي معانا في الاستديو النهارده اللي خلف الكاميرات، بنشكرهم كل الشكر، اسره الاعداد واسره المونتاج وكل العاملين وكل المراسلين بتوعنا والمعلقين والمصورين من ملعب المظاليم. ان شاء الله تكون اطلاله جميله واطلاله سعيده، سندوتش خفيف كده من ملعب المظاليم في كل يوم. مساء الصحه مساء الجمال مشاهدينا، انتظرونا كل يوم اربعاء في السادسه مساء. تحياتي، كل سنه وانتم طيبين.